الحياة المدرسية في التربية على حقوق الإنسان والمشترك الإنساني والكوني، كل هذه الأشياء نجدها في الحياة المدرسية، ولكن لا بد من توافر عنصر التواصل، لأن إذا غاب التواصل كأننا لم نفعل شيء إطلاقا على الإطلاق. وفي اعتقادي كما قال الدكتور سيدي أحمد، التواصل نوعان: أولا تواصل داخلي داخل المؤسسات، أنا أتكلم عن المؤسسات التعليمية، والتواصل الداخلي يكون ما بين الكوادر التي تتواجد فيما بينها داخل المؤسسة، والتي تصنع خطابا بينها وبين المتلقي، والمتلقي هنا عندنا هو المتعلم. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن هذه الأشياء لا بد أن نخلق أدوات لتصريف الخطاب الذي نريد داخل هذه النوادي التربوية، وهذه الأدوات قد تختلف باختلاف الوسيلة، وهي ما اصطلح على تسميته بالوسائط. الوسائط، كنا في مدينة القصر الكبير في الحقيقة سباقين لتأسيس الجمعية، أعتقد سنة 2011 أو 2010، أسميناها بالجمعية المغربية للإعلام الوسائطي. لماذا هذه الوسائط من أهمية؟ وأعتز بأن أرى هنا بين الحضور مجموعة من الفاعلين الإعلاميين المحليين الذين ساهموا ساعتها في خلق هذا الحدث. كان معنا ساعتها الأستاذ أكرم الغرباوي، الأستاذ أمينة بنونة، وهم يتواجدون بيننا الآن يؤمنون بهذه الرسالة التي كرسوا جهدهم ووقتهم من أجلها. قلنا نتحدث عن الوسائط، من بين الوسائط الهامة ما يسمى بالإذاعة والتلفزة المدرسية. وعندما نتحدث عن الإذاعة والتلفزة المدرسية فإننا نتحدث عن مسارات معينة. بطبيعة الحال الإذاعة المدرسية يمكن أن تأخذ نمطا داخليا داخل المؤسسة، يعني المرسل من داخل المؤسسة والمتلقي من داخل المؤسسة، ولكن لن ينجح هذا الفعل إلا بتوافر مجموعة من الشروط، مجموعة من المعايير، مجموعة من المعايير التي عليها أن تؤمن بالفعل التربوي الذي يكرس الهوية الوطنية عن طريق الاحتفال بالأعياد الدينية الوطنية، أن تكرس الهوية الدينية. ونحن نمرر في الفترة الصباحية فترات للقرآن الكريم أو نحتفل بالأعياد الدينية، أن نحتفي بالبعد الكوني للأحداث، ونحن نخلد كذلك الأعياد العالمية والدولية. هناك مجموعة من القضايا أعددتها في ورقة كنت أنوي تلاوتها عليكم، ولكنني أثرت الاختصار ما دام السيد